القشرة ديالها بواحد الشكل قطعهم في هو المثال على أربعة. انا دي قطعهم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم غادي نشارك معكم واحد الشليضه اللي هي صيفيه والتي تخلينا نساو القليل البطاطا يوميا. هاد الشليضه اللي تجي غزاله وبنينه بنينه ما تشبعوش منها. هنا سلقنا البطاطا وصفيناها من الماء، وهنا غادي نبداو نحيدو القشره ديالها على هاد الشكل هذا. وحتى غادي نساليو الوحدات اللي عندنا البطاطا كاملة. كذلك الأخرى بهذه الطريقة تجي ساهلة، غير في ساعة تحيد بالسكين بحال اللي تنقشروها وهي قبل ما تسلق، حتى هي هكا تمكن لها تزول بهذه الطريقة. وهنا تنتخلصوا بالقشرة ديالها أو من القشرة ديالها بواحد الشكل اللي هو ساهل، هانتو غير بغيت يحيد بالموس أو السكين. وهنا بعد ما زولنا القشرة كاملة تبقى بعض الوحدات مثلا هكا، ما تنحبش نحيدهم في مرة، ممكن نزولهم كذلك باش تبقى صافية ما فيهاش داك سكيكات ديال البطاطا. هنا غادي نقومو بالتقطيع ديالها، والأخت غادي تقطع على حسب الحجم اللي هي حابة. بالنسبة لوليدات صغيورين إلا عملتيهم لهم صغيورين هكا مع هي بنينة تيكون واحد الإقبال باش ياكلوهم. كاني نقطعهم في المثال على أربعة، أنا غادي نقطعهم بشكل هكا متوسط، ما كبار ما صغار. وغادي نستمرو حتى نساليو هاد البطيطة اللي عندنا كاملة. تناخدو بصلة تنشلضوها يا رقيقة يا غليظة، في كلا الحالتين فهي مناسبة. الإبزار والملح، الخل أولا الليمون بحال بحال، وهنا زيت الزيتون او المتوفر عندكم. المعدنوس او البقدونس، وغادي نقومو بالخلط ديال البطاطا. وهذه الشليضه ديالنا من ضمن الشليضات المفضله عند الوالده ديالي الله يرحمها، قسمتها معكم. تجي بنينه 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 بزاف. يمكنكم ترافقوها مع اي حاجه هي ممكنه. نتمنى لكم ان شاء الله بالصحه والسلامه، وجهة ممتعة. إلى اللقاء.